هناك ما تلاحظ تنزيل البيانات، هنا حذف خدمة، يمكنك حذف خدمة معينة في جوجل من حسابك مثل جيميل أو يوتيوب. وهنا لدي 183 فيديو، وهنا 1000 تعليق، وهناك ما تلاحظ 470 تطبيقا تم استخدامه على جوجل بلاي، وهنا 183 محادثة على حساب الجيميل، لكن الأهم هو الصور، وهنا 8000 أو أكثر صورة تم استرجاعها من حساب الجيميل على الهاتف، وهنا يوجد 658 جهة الاتصال، حتى الأرقام المحذوفة تم استرجاعها بكل سهولة. وإذا كنت تبحث عن الصور المحذوفة، ما عليك إلا متابعة هذا الشرح من البداية إلى النهاية، ولا تنسى اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد. أول خطوة نذهب إلى متصفح جوجل كروم على الهاتف، وإذا لم يكن لديك قم بتحميله من جوجل بلاي. هنا نقوم بكتابة كما تلاحظ الوصول إلى بياناتي، نضغط على بحث بهذه الطريقة، وهنا نمرر إلى الأسفل حتى نجد الوصول إلى معلوماتك الشخصية والخصوصية والبنود، نضغط عليها بهذه الطريقة، وهنا نمرر قليلا إلى الأسفل. على سبيل المثال يمكنك باستخدام لوحة تحكم جوجل الاطلاع بسرعة وسهولة على بعض البيانات المقترنة بحسابك في جوجل، وهنا نقوم بالضغط عليها بهذه الطريقة. وهنا كما تلاحظ قمت باسترجاع أكثر من 8000 صورة، وكذلك الفيديوهات والأرقام والتطبيقات التي تمت تحميلها، وكذلك الرسائل على المحادثة. كل هذه المعلومات والملفات المحذوفة المهمة قمت باسترجاعها فقط بحسابي على الجيميل والموجود في هاتفي على نظام الأندرويد. والآن إذا ضغطنا هنا على الصور سوف نجد كل الصور التي تم حذفها سابقا أو مؤخرا، يعني منذ أن قمت بتحميل أول صورة أو التقاطها بهاتفي، وهذه هي الصور التي تم استرجاعها بعد حذفها من الهاتف. وإذا كان لديك أي استفسار أو لم تستطع استرجاع صورك فقط اترك لي تعليق وأنا سوف أتواصل معك. إلى هنا ينتهي هذا الشرح، لا تنسى اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.